السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم الراندة مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنكمل معكم هاد الجليبة هادي من بعد ما خدمنا هاد الوريدات في نصف الثوق. غنوري لكم اليوم كيفاش درت لهاد الوريدة هادي، وغنوري لكم الدرس اللي درت، وفي الأخر ديال الفيديو غنوري لكم جلابة كاملة كيفاش جات. فبقوا معايا، أنا خدمت هاد لكم هذا من قبل، خليت لكم مفتوح حتى خدمته، عاد من بعد غلاقيه. غنبدا معكم في الكم الاخر من الاول. اول حاجه كنشدو العبار ديال الكم وكنشبوه، نشبته خليته مفتوح حتى غنخدموه، عاد من بعد غادي نجمعوه. غنخدمو هاد السنينات هادو اللي مضوبلين. هنا درت الحرير على ثلاثه الشعرات، غنخدم بالبره النمره 5 اولا النمره 6، بجوج كيخدمو لنا في الحرير على ثلاثه الشعرات. نبداو بهاد السنينات هادو، غنشد هنا في التوب هاد الحرير على ثلاثه الشعرات، نعاود نشد هنا حدا هاد الضربه هادي، نتراجعوا لهاد الخويط هذا، غنلوي جوج لويات على البره ونرجع لهنا للبلاصه فين خدمت، نعاود نحبك على هاد السنين هادي، نعاود نشد هنا، نرجع لهاد الخويط هذا اللي تيبقى بيناتهم، نلوي جوج لويات، نخلي الخيط الفوق ونرجع لنفس العوينه، تنديرو هنا واحد الدائره بالخيط، تندخلو البره من هاد الدائره وكنحبكو على هاد السنينه هادي. صافي نشد في التوب، نرجع لهاد الخويط لوج لويات، نرجع لهنا نفس العوينه، نعاود ندخل فيها البره ونخدم هنا سنينه. سهل هذا الدرس اخواتي، غير سنينات وتيجي زوين. بالنسبه لهاد الجلابه راه كامله فيها الخدمه السهله، اي وحده ممكن تخدمها وما كتشدش لينا الوقت بزاف. نكمل هاد السنينات هادو، تنبقاو غادي نخدمو بحال هكا عادي غير سنينات، حتى نكملو لكم كامل. غنمشي معكم حتى اللخر، انا كملت هنا هاد السنينات هادو مع الكم كامل، بقيت غادي مع الكم حتى وصلت لهنا. ملي كنوصلوا لهنا بنفس الخيط اللي حنا خدمنا به غنرجعوا في هاد السنينات. انا كملت هنا شاده في التوب، نرجع لهنا لهاد السنينه، كنخلي الخيط هنا على يدي اليسار وكنخدم هنا في هاد الراس ديال هاد السنينه، كنخدموا حبكه وندوزوا الراس الاخر، تنخليو دائما الخيط هنا على ايدنا اليسر. ما نزيروش وما نرخيوش، كنخدمو هاد السنينات وكنخليوهم مقادين، يعني ما كنجمعوهمش وما كنفرقوهمش، نخليو الخيط يبقى غادي مقاد. صافي تنبقاو غادي نخدمو بهاد الطريقة حتى نكملو عاوتاني الكم كامل، كنرجعو في هاد السنينات كنبقاو نهزو هاد الرويصات هادو حتى نكملو الكم. صافي هنا رجعت بهاد الحبكة هادي مع الكم عاوتاني كامل حتى اللخر، كمل هاد السنينة اللي بقات بهاد الطريقة هادي. دابا بنفس الخيط، ما كنبدلو لا خيط لا والو، كنرجعو
غنخدمو دابا سنينات ماشي فوق هاد السنينه، غنخدموها فهاد الخويط اللي ما بين هاد السنينه وهاد السنينه، نخدمو سنينات عاديين، تنهزو هاد الخويط اللي بين هاد السنينه وهاد السنينه ونخدمو فيه سنينه. الوجلويات نرجع لهنا لنفس العوينه ونحبك، نجي لهنا لهاد الخويط، هذا الخويط اللي درنا دابا رجعنا مع السنينات، هذاك الخويط كنبقاو نهزوه اللي بين سنينه وسنينه ونخدمو فيه سنينه. نرجع لهاد الخويط هذا الوجلويات ونخدم، نهز هاد الخويط صافي، تنبقاو غادي نخدمو هاد السنينات فهاد الخويطات هادو. صافي انا كملت اخواتي هاد السنينات حتى لهنا، تيجي هاد الدرس على هاد الشكل. هذا هو الكم كامل، السطر الاول دوزناه بالسنينات، والثاني دوزنا داك الخيط ديال الحبكه، والسطر الثالث دوزنا سنينات في داك الخويط اللي درنا ما بين سنينه وسنينه. هادو هما السنينات تيجيو على هاد الشكل، هذا هو الكم كملناه دغيا كيطلع. دابا غندوز معكم الوريده اللي غنلصقو هنايا في الكم. بالنسبه لهاد الطريقه انا راه وريتها لكم في الفيديو اللي قبل من هذا، برمت هنايا ثلاثه الخيوط على 8 الشعرات، كنشدو الخيط اللي في القصبة على كملو كندوبلوه على جوج وكنبرمو ثلاثه. هانتوما برمت ثلاثه الخيوط هنايا، كنبرمو البريم عادي بحال البريم اللي غنخدمو به الراندا، ومن بعد كنبرم خيط غير على جوج شعرات. فغنجمع هاد الخيوط بثلاثه في هاد الخيط اللي برمنا على جوج شعرات، تنهزو ليهم هاد العوينه هادي، صافي نجرو هاد الخيط ونهزو هاد العوينه هادي غير باش نجمعو هاد الخيوطه. غنعقد واحد العقيده هنايا، صافي دابا غنركب واحد جوج فنيتات، يشوفوا عندي غنشد فيهم هاد الخيط هذا، هاد الخيط هو باش غنركبوا هاد الورده ملي غنكملوها. غنبدا دابا نضفر في هاد الخيوط الضفره عاديه، الضفره ديال ثلاثه بحال الضفره ديال الشعر. هاد الطريقه راني وريتها لكم في الفيديو اللي قبل من هذا، ملي خدمنا هذوك الوريدات اللي ركبنا لقدام. دابا غير غنعاودها معكم بالنسبه للاخوات اللي اول مره غيشوفوا الفيديو. كنمشيو الضفره عاديه بحال الضفره ديال الشعر، غنبقى نضفر حتى نكمل القياس اللي غيكفيني في الوريده. انا درت هاد الخيوط القياس اللي كنديرو ملي كنخدمو، القياس اللي كنبرمو على الرجل، درت قد هكاك الخيوطه حتى نضفر ونخدم الوريده. ولا خاصنا ديك الساعه كنزيدو جا شيط كنقصوه، غنبقى نضفر عادي. ملي كنضفرو كيطوال الخيط كنرجعو هنا لهاد الفنيتات، هادو كيعاونونا هاد الفنيتات بزاف. صافي غنبقى غاديه بهاد الطريقه حتى نكمل الخيط ونرجع نوري لكم كيفاش نديرو. هذه غير ضفره عاديه بلا ما نطول عليكم الفيديو، غنبقى نضفر عادي
ونضرج عليكم. صافي بقيت كنضفر وكنجمع هنا في هاد الفنيتات حتى قربت تقريبا على الخيط، ما كملتوش كامل. المهم غنحبس هنا حتى ندير الوريضه، الا خاصنا شي شويه نزيدو، جانا زيد غادي نقصوه. ملي تنوصل لهنا غنخلي واحد الخيط من هاد الثلاثه اللي كنت كنضفر غنخليه هنا، وهاد جوج غنعقدها غير باش ما تبقاش تحل لينا هاد الضفره. صافي انا غير شديتها هنايا وغنطلقوا هاد الضفره هادي، وغنبقاو نجرو في هاد الخيط هذا اللي خلينا، غنجمعوا هاد الضفره، نبقاو غادي نجرو فيها كامله، نجمعوا في هاد الضفيره هادي. كنجرو نفس الخيط ونجمعوا هاد الضفيره. صافي انا جمعتها كامله على هذا الشكل هذا، غنعبر 5 سنتيم ونجمع. هانتوما 5 سنتيم جاتني هنا، غنحل دابا هنا ضد هاد الضفره هادي باش ترقاق ليا من هنا، ونقادوها. الا كانت بعيده نقربوها، كانت مجموعه بزاف نحاولوا نطلقوها شويه. صافي هذه هي 5 سنتيم جاتني هنا، غنحيد هاد الخيط هذا. صافي غنهزو هاد الخيط هذا اللي ركبنا في الاول، هو هذا راكب في البرا، غنجيو لهنا البلاصه فين عبرنا 5 سنتيم ونجيبوها لهنا، وتنديرو هاد الوريده هادي على هاد الشكل. غنثبتها هنا مزيان، نحب كل حبكه ديال الراندا، مهم تنجمعوها مزيان من هنا. غير نثبتوها وصافي. صافي ملي نثبتوها غنشدو بواحد الفنيته هنا، ونعاود عاوتاني نقادو هاد الضفره هادي، ونعبرو 5 سنتيم من البلاصه هنا فين كملنا، نعبرو 5. جاتني 5 سنتيم هنا. صافي غنحل الضفره من هنا ونجيبها لهنا حتى هي نثبتها هنايا، نقادو هاد الضفره مزيان. صافي ونثبتوها حتى هي بنفس الطريقه. هانتوما بهذا الطريقه غنعاود نشد هنايا بفنيته ونكمل هاد الوريقه الاخرى اللي بقات ليا. هنا درنا غير ثلاثه، بالنسبه لي درنا في السطر درنا 4. نعاود نزير هاد الخيط باش تقاد ليا هاد الضفره هادي. الا دارتينا الضفره في شي بلاصه نقادوها، ما تتقاد بحال هكا. صافي نعبر عاوتاني 5 سنتيم، هانتوما هي هادي جاتني قد قد، تقدر تجي ناقصه نزيدو شويه، غنزيد غير واحد شويه بالزربه باش نكمل هذيك 5 سنتيم تجي واقفه. صافي وغنعقد الخيط. ندوروها خاصة تشوف كلها في اتجاه واحد، ما تجيناش دايره من شي بلاصه. صافي دابا هاد الخيط اللي تنجرو به ملي تنقادوها كامله على وجهها، غادي نعقد هاد الخيط هذا باش ما يبقاش يتجر ليا. الخيط اللي كنا تنجرو به غنعقده
صافي ونجمع عاوتاني هاد الضفره هادي لهنا بنفس الطريقه كيف ما درنا لهذوك الاولات غنديرو حتى لهادي. الخيط عندنا اللون في اللون نخدمو به ما كيبانش، نثبتوها مزيان تنشدو هادو هنايا باش ما يبقاوش محنونه ونثبتو هنايا مزيان. صافي غير نثبتوها مزيان وما ننساوش نخدموا واحد الخويط ما بين هاد الوريقه وهاد الوريقه، تنجمعوا غير واحد الحبيكه من هنايا باش يجيونا هاد الوريقات قرابه عند بعضياتهم. صافي ندوز البرا لهاد الجهه ونجمع واحد الحبكه هنايا، واحد الخويط من هنا وخويط من هنا وكنحبكو باش كيجيونا هاد الوريقات قراب على بعضياتهم ما تيجيوش مفرقات. صافي على هاد الشكل هذا، هذه هي الوريده ديالنا. صافي دابا ملي تنكملوا غنشد هاد الوريده هنايا وغنقطع هاد الخيوط هادو غنعقدهم ونقطعهم. صافي هاد الخيط راه كنت عقدته قبيله غنقطعو دابا. صافي هادي هي الوريده تجي على هاد الشكل. دابا غنجيو لهنا لكم، هذا هو لكم خدمنا فيه هاد السنينات، غنتنيها على جوج تنتنيو هاد لكم على جوج ونجيو هنا للنص وغنركبو هاد الوريده هادي. في الوريدات اللي ركبنا في الستر كنت خليت هاد الخيوطة اللي عقدنا وقطعنا من الفوق وركبنا فوقهم العقيقة، هنا انا جربت درت هاد العقدات جاو لتحت جاو حسن، يعني نقلبوا الوردة على هاد الشكل هذا. نجيو بعد هذا هو الخيط كنخليه لتحت ونجيو لهاد البلاصة اللي غنركبوا فيها هاد الوريدة، حنا طبعنا النص ندخل الخيط هنايا. شفتوا هاد العقدات اللي قلت لكم ديال الخيوطة نديروهم لتحت باش نخدمو عليهم. صافي دخلت دابا الخيط هنا في النص، غنعود نطلع الخيط من هنا وغنركب دابا هاد الحجيره هادي. بالنسبه للصدر كنا درنا المرمى، هنا ما غنحتاجوش المرمى. صافي عندنا الكم مفتوح وعندنا غير وريده وحده، غنثبتو هاد الحجيره نشدو غير بالفنيته بحال هكا دابا غنجيب هاد الحجيره نحطها هنا، نهز هاد العوينه هادي ديال هاد الحجيره ونعود ندخل البره لتحت. صافي غنبقاو دايرين مع هاد الحجيره وفي نفس الوقت راح نتنتبتو في الوريده. نعود نخرج الإبرة من جهة أخرى، نهز هاد العوينة ديال هاد الحجيرة صافي ونعاود ندخل الإبرة. نخرج الإبرة من اتجاه آخر، نهز العوينة ديال هاد الحجيرة ونرجع ندخل الإبرة. صافي غندورو مع هاد الحجيره كامله. صافي انا درت مع هاد الحجيره كامله ثبتها هنايا الوسط، دابا غنثبت هاد الوريقات هادو. تنخرج البرا من هنا
ونعود ننزل من حداها. هنقرب لكم باش تشوفوا مزيان، لان اللون في اللون ما كيبانش لينا الخيط. واخا نخدموه من فوق هاد الضفرة هادي، تنزيد واحد شويه ونخرج البره، نعاود نرجع البره. صافي، غير تنثبتوا هاد الوريقات باش ما يبقاوش مهزوزين وصافي. وكنخدموا الوسط، ما كنخدموش في الجنب باش ما تبقاش لنا هاد الوريقه طالعه من الجناب. صافي، تندورو مع هاد الوريقه كامله حتى تنكملوها وندوزو للوريقه الاخرى. هادو هما الكمام، جاونا على هاد الشكل. يمكن لكم اخواتي ديروا القدام حتى هاد الشكل، هذا تيجي زوين. ديروه بحال هكا مقابل حتى هاد الشكل تيجي زوين. هذه فكره الا بغيتوا تبدلو. انا درت هذاك الشكل اللي شفتو، وانتم يمكن لكم تبدلو ديروا حتى هاد الشكل هذا، راه تيجي زوين وراه ساهل. انتم شفتوا الطريقه. الا شفتوني انا معطله في شي بلايص، غير الا حقاش التليفون قريب بالنسبه لكم نتوما، غتكونوا جالسات مرتاحات غتخدموا دغيا دغيا كتخدم. المهم هذه هي الوريده، هادو هما الكميمات. دابا ان شاء الله غنوض، انا غنلاقيها غير بالماكينه وغنوري لكم الشكل النهائي ديالها كيفاش جا. ما تنساونيش اخواتي تضغطوا على زر الاعجاب، واللي ما مشاركش تشارك باش يبقى يوصلكم دائما الجديد. وهذه هي الجلابه، من بعد ما لقيتها انا لقيتها غير بالماكينه، تجي على هذا الشكل. هادو هما الوريدات اللي خدمت معكم في الفيديو اللي قبل من هذا. وهادو هما الكمام، جاوا على هذا الشكل. هنا درت نفس الدرس اللي درت في الكمام. بالنسبه لهذا اللون انا خديت الشال هو الاول، عاد خديت عليه الحرير، خديت غير ثلاثه لوقيات خدمت بهم وشاط ليا الحرير كثير. المهم هذه هي الجلابه، جات على هذا الشكل. جلابة خفيفة صيفية وسهلة في الخدمة. بالنسبة لهاد الملاقية إلا بغيتوها غير رجعوا للقناة غتلقوها. وهذه هي الجلابة اخواتي، نتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنسونيش دائما الى عجبكم الفيديو تضغطوا على زر الاعجاب، واللي ما مشاركش معنا في القناة تشارك. وما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع الاخوات اللي عندهم اهتمام بالراندة. وبسلام عليكم اخواتي، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.